انت شايفه برمي كلام كتير من ناحيتك، يعني عنده القاء كلام برضه، انت شايفه متسرع في الكلام، متسرع جدا ومتسرع في اخذ القرارات، مش لانه هو شخص مش ناضج، انا باين عندي انه هو شخص ناضج. فانت حاسه يا برج الحوت انه هو برتر جدا، يعني بضل بيحكي كتير، متواصل كتير، يمكن هو متواصل على السوشيال، شخص بحب يضل على الانترنت يتواصل مع الاصدقاء ومع العالم مع الناس مع اللي حواليه، يمكن يكون هو شغله على الانترنت كمان. فانت شايفة انه حرك كتير، نشيط كتير، او مثلا بيبعت لك كلام بشكل سريع او ورا بعض، بيخلكش انك انت وقت تفكر في الكلام اللي حكاه، فبيبعت لك ورا بعض حتى يخربطك. يمكن انت بتحس انه بعد كل كلام ببعته لازم ترجع تتوازن من اول وجديد، يعني ترجع، يمكن ترجع انت بتتوازن فجأة بخربطك هذا الشخص، بترجع تنكمش على نفسك وترجع بتجهز حالك وتهيئ حالك تتوازن من اول وجديد، وبتشوف هذا الشخص انه بيرجع ببعتك نفس الكلام وخربط ميزانك، ترجع تتوازن من اول وجديد. يمكن انت مشدود لهذا الشخص ومعجب فيه، لكن انت حسه كثير الكلام او فرفر جدا. هو شخص متوازن او مستقر في زواج هذا الشخص، او الشخص يمكن هذا بمر في انفصال. هلا رح نشوف. يمكن هو محتار بين شخصين، مثلا بينك وبين الشخص الاخر، ويمكن انت شايفه انه هو بتواصل معك على الانترنت يعني اكثر من المقابلات الارضيه الواقعيه في الواقع، على ارض الواقع انت بتشوفه يعني اكثر بحب انه يتحدث وراء الشاشه معك على الانترنت. وكمان هذا الشخص على فكره بحب يبحث عن ذاته وعن نفسه، بحب يكتشف الاشياء، هو شخص بحب يكتشف الاشياء هو بنفسه، ويمكن انت شايفه مكتشف، بحب يكتشف الاشياء، بحب يحقق زي المحققين السريين، بحب يحقق في كل شيء، يعني بحب يمسك في الكلمة صح، يمسك فيها وبيتم البحث عن هاي الكلمة وبعدين برجع بعطيك 10 بديها. يمكن هو باحث في الانترنت، شخص مشهور مرموق على الانترنت كمان، فنان، بس انا اعتقد انه في اختلافات، واعتقد ان انت يا برج الحوت الشخص الاكبر في السن، مش كبير اكتر، ممكن 3 سنين 4، لكن انت بتحس انك انت متوازن اكتر منه، وانت حاليا في طاقة التوازن، يعني طاقة منيحة. اتمنى انه انت زي ما حكيت لك انت تستثمر في مشروع وبتبني فيه من اول وجديد، بتوازن فيه من اول وجديد. اتمنى عندك حاليا انت بتلعب في اشخاص ضعفاء او مريضين، ام اب اخ، تلعب في حدا صحيا. طيب خلينا نشوف الكروت ونبلش. نبلش قراءة بعد ما نخلص الكروت النصائح. بس هذا الشخص شكله منهار جدا، بمرق بوقت انفصال. طيب هون بيحكوا لك رئيس الملائكة، هم اسمهم يعني تشومال تشمول، I am helping you with your spirit. أنا أساعدك في العلاقة مع صديقك الحميم. يمكن أنتوا لسه داخل هاي العلاقة، بس أنا عند البعض شايف فيه انفصال، وانا شايفه ان هذا الشخص هو يمكن صغير سنا، يصغر سنا. خليني اشوف كمان الكروت الرومان شو بيحكوا لنا. يمكن انت بتعطي هذا الشخص بطاقة، يمكن انتم متواصلين مع بعض وبتعطي بتاخذ معاه، لكن على القد، وكانك بدكش يزيد العطاء بيناتكم، او بدك العطاء يكون بيناتكم بحدود. يمكن انت شايفه هو بيحكي كثير الكلام وانت قليل الكلام، يعني انت بالكيل بتعطي بالمكيال،
يعني ان انت تعطي على قد السؤال فقط. هو لا، هو بيعطي على السؤال وما بعد السؤال وما بعد الجواب وما 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 وإلى الآخر. طيب خلينا نشوف هو شو بيكون في الرومانس. احتمال يكون هذا كراش وهو بنفصل عن علاقة أخرى غيرك وإنتو. أنا نشوف هذا الشخص مستقر إما عائليا بس كلاب، إنتو بتعرفوا بعض من حياة سابقة. Your love life is. طيب هون بيحكوا لك ارتباط حياتك في الحب تصعد إلى مستوى عالي من الالتزام. احتمال إنه أنتوا مع بعض لسه في العلاقة، واحتمال زي ما حكيت لك أنت يعني قليل الكلام، لأنه في الكروت هون نزلت لي إنه أنتوا في سكة في العلاقة ما فيش انفصال. مع انه انا شايف انه هو ممكن تخطو فيها انفصال، يمكن مش معاك، مع الشخص اللي هو مرتبط فيه. عمود الضوء يرتفع، اهتزازك انت اوريجان. انت شكلك شخص روحاني جدا، وفي شيء انت ملاك، انت شخص شكلك روحاني وشكلك انت قابلت هذا الشخص، او انت من العالم اللي بتذكروا الاشخاص اللي قابلوهم في الحياة السابقة، ويمكن انت شايف هذا الشخص كأنه انت عارفه من حياة سابقة. فانا مش الكروت هون معطتني ان انتو مش في انفصال، مع انه انا شايف شوي انت مش عارف، هو شايف ان انت قطعت معاه هذا الشخص. طيب طاقته حاليا الطوارئ، الشخص هذا متفاجئ بشيء، في شيء فاجئه، راح هو يحاول بداية يا معاك يا مع شخص اخر، وتفاجئ انه هو مرفوض. في مفاجأة صاعقة صارت في حياته. خلينا اشوف شو سبب التوتر، لانه شخص تقريبا طيب شخص حاليا هذا بمر في انهيار في مشروع او مشاكل مع عائلته. الشخص هذا هو واقف مع عائلته في موقع الانهيار، يعني في مشكله بينه وبين العائله. يمكن هو راح خبرهم مثلا في زواجه ورفضوا الزواج، بس الشخص هذا راح يعمل بداية مع شخص، والشخص هذا اتجاهله وما اعطاه جواب. فهو هذا الشيء اعتقد ان انت يا برج الحوت ما اعطيته اهتمام وما انتصرش عليك على فكرة الشخص هذا، وحس حاله انه الايجو تبعه وقع في الارض. خليني اشوف اكتر. الشخص هذا كان عنده حماس لموضوع ما، وكان حابب انه يطلع كسبان هاي المرحلة، لكنه فشل. روح بكل ثقة وبكل غرور لحتى يحط النقط على الحروف زي ما بيحكوها، وخلص يرتاح من هذا الموضوع، لكنه فشل بانه يوصل. احتمال في مشروع، واحتمال في علاقة سابقة غيرك وانتو هو
فيها من البعض منكم طبعا. طب خليهم هون طبطش شوي صعبة لأن شكله زعلان، هذا الشخص منهار وبيحاول إنه يتماسك، في رفض أجا هذا الشخص. خلينا نشوف وشعر من ناحيتك إنك أنت الكوين أوف سورد والإس أوف ووند، فأنت شخص جامد بالنسبة لك، شخص صريح وجامد، شخص ما بتحبش المزح، شاعر إنه أنت مش مزح معك، أنت هي بيجيك في الحقيقة وبيجيك بعرض يعجبك أو أنت بتقطع معي. شافك ذكي جدا وحس إنك أنت ذكي جدا جدا، وحس إنك أنت عقلاني، وأنت لو مش أكبر منه سنا أنت ناضج، شخص ناضج. بس أنا بدي أشوف هل عشان أتأكد هل هذا التطور من ناحيتك أنت حاسه، لأنه أعتقد إنه هو راح عرض عليك عدو أنت كسفته، عشان هيك في احتمال من الأسرة شخص هذا بلغ الأسرة إنه مثلا بده يرتبط فيكو والأسرة رفضته والبعض منكو، واحتمال هذا الشخص بمر بأزمة مالية، أزمة مشروع انكسر فيه او فشل فيه. طيب هون شاعر انه انت بدك اشي جدي، انت بتحبش تلعب، انت بتحب كلمتك اللي تمشي، او بتحب انت الشخص اللي معاك ينجز في العلاقة مش يلعب، هو حاس انك انت كلمتك بتصيرش تلتين، انت شخص عقلاني ومبدع، هو حس انك شخص ساحر، مش ساحر انك انت بتعمل سحر، لا شخص جميل وجذاب جدا، وحتى هو حاسس ان عقله جذبه لهذا الشخص، هو حاسس انك انت تاهي في التفكير وانت بتقدر تحقق ايش بدك بالعقل مش بالشعور مش بالمشاعر، هو شافك انك تفتقد في المشاعر العاطفة، يعني حاسس انك انت مش عاطفي قد ما انت عقلاني جدا، وانت كلامك صارم كلامك تقيل، انت شخص تقيل، يعني انا حكيت لك انه انت بتاخذ وبتعطي على القلب بالضبط، وانت شخص بتحبش اللعب، انت بدك علاقه جديه على سهل، بتفتح السيف بترفع بتنزل عفوا، اذا بدكش علاقه جديه فانت بتعاند وبتحط كل عدة الحرب أمامك وبتحارب بكل قوتك، وأنت فعلا شخص قوي وشايفك شخص قوي ومنجذب لك جدا جدا، وكمان هو عارف إنك أنت شخص صريح، أنا عندي الصراحة والوضوح أهم شيء، هو معجب بشخصيتك جدا جدا، وحاسك إنك أنت بتجمع كل الصفات الرومانسية الجدية العملية والحماسة مجموعين فيك انت كشخص، وانت شخص بتحبش الفشل بمشروع، بتحبش الفشل في العلاقات، عشان هيك انت جاد في العلاقات، فانت بتحب يا اما علاقة ناجحة ثابتة يا اما انتهى كل شيء بينه. طيب هو كيف بيفكر فيك؟ زي ما حكيت لك هو بيفكر فيك انه انت يمكن هذا الشخص ترجع لك لطلب مثلا طلب الزواج، ولكنك انت رفضت، او اتوجه لك بهدف من المتعة والاصدقاء وانت رفضت هذا البيت، لانك شكلك شخص بتحبش العلاقات واللف والدوران، انت بتحب الجدية في كل شيء، تستثمر وقتك في الإشي الصح، انت بتحبش تضيع وقت، فهو شايفك انه انت بتحط حدود، وشخص قوي ومثابر على فكرة، وهو بفكر فيك
فهو الشخص شافك انك انت بتحب تدافع عن نفسك لانك انت مريت في كتير. الشخص هذا اذا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا، الشخص هذا شافك انك انت مصر تاخذ حقك، تاخذ حقك، او انت مشترط عليه انه يكون عقلاني، انه يكون يحكي معك بالعقل، لان انت شخص عقلاني، انت بتكش كلام ومبررات انت ما ليش لازم شايفها بالهواء رايحة جاية. فانت احتمال انه انتو كنتوا في زواج وانفصلتوا وصار تدخل اطراف من العائلة، والعائلة نفسها ما وافقت مثلا على رجوعكم، او اذا انتو كنتوا في خطوبة وكأنه فيها احد من العائلة هو بسبب مشاكلكم مع بعض، وهو شايف انك انت مصر على رأي واحد، او انت شايف انك انت صاحب الرأي الواحد، يعني فيش عندك غير الكلمة الصح، انت ما تحبش اللف والدوران يجيك بعرض انت مش عارف اصلا شو هو، او حاسة انه عرض مثلا بيت بالنسبة لك صغير، او عرض يعني زي الجيم يلعب معك لعبة انه زبطت زبطت ما زبطت خلص، لا انت بدك شيء واضح وحقيقي وملموس. طيب هو الشيء بفكر فيك انه لازم يصير في ارتباط بيناتكم، ولانه خلص تعب من الخيبات اللي مرق فيها في هاي العلاقة، فالشخص هذا هو شاف انك انت متمسك برأيك، متمسك، هو شايف انه لازم هو يكون عنده رأي. هذا الشخص فيش عنده رأي، ضعيف الشخصية، وهو بفكر انه يكون جدي وياخد قرار صح من ناحيتك يا برج الحوت، وكأنه هذا الشخص هو زي ما حكيت لكم ضعيف الشخصية، هو شخص بيقدرش ياخد قرارات لحاله، لازم مثلا كل العائلة تشاركوا في هذا الرأي، او مثلا تلتف في الكلام وبس زي ما بحكوها بتاع كلام مش بتاع افعال لبعض منكم. الشخص هذا بده مقرر انه ياخذ موقف، بفكر انه ياخذ موقف اتجاهك. الشخص هذا حابب انه يستعرض امامك ويبين لك انه هو رجل او هو جاد، اذا حتى لو كانت امراه تبين انها جاده معك وهي بدها ارتباط، واذا رجل هو يبين انه جاد وانه عنده كلمه وراح يضل متمسك فيها ويطلع من التن اوف سورد. يمكن اجاك بعرض وانت فجأت قلت له لا وقف، انا اجاك بعرض انت حسيت انه عرض تافه او عرض بصبش بمصلحة علاقتكم، لانه متفاجئ الشخص هذا، حاسس انه هو شايفه انه انت بتاع علاقات، او انه شخص مش قادر يحمل المسؤولية، غير قادر على تحمل المسؤولية. الشخص هذا، الشخص هذا بده بفكر انه يوقف على جريمة من اول جديد وياخذ خطوة للمرة الاولى من ناحية علاقته صح، وكأنه بده يرمي كل كلام الناس للناس. طلعوه عن جد صدفة، شايفين؟ طيب هو كيف شافك؟